ميني ستوديو. صارت الساعة 4 يعني حلقة جديدة لميني ستوديو رح تبلش هلأ مع كل الشخصيات يلي بتحبون وتعودتوا عليهم. حلقتنا اليوم كتير حلوة ومنوعة ومبلشينا بيك جاسبس. بيك جاسبس لليوم في عندي خبرين كتير حلوين. أول خبر هو عن The Jungle Book. The Jungle Book هو آخر فيلم أشرف عليه والت ديزني. والت ديزني قبل ما يموت كان عم بيشتغل بالجانجل بوك وخلص الجانجل بوك ومن بعدها أكيد مات، فكان آخر موفي بيشتغل عليه ومن بعدها تغيرت إدارة ديزني ما رجعوا عملوا موفيز مثل هالموفيز يلي كان يعملون والت ديزني اللي هن The Jungle Book، Aladdin، The Little Mermaid وكتير غيرهم. فمشان هيك هيدا الموفي كتير عن ديزني مهم لأنه كان آخر موفي لوالت ديزني. رح نحضر منه هلأ شوي ومن بعدها رح ننتقل لتاني خبر. خليكم عم تحضرون. ومن The Jungle Book رح ننتقل كمان لموفي تاني اللي هو تارزن. انتو عارفين انه لقدروا يعملوا تارزن راقبوا ابنه للبروديوسر تبع هيدا الموفي لانه كان بيلعب كتير منيح على السكيت بورد، فمن ورا حركاته على السكيت بورد قدروا يدرسوا هيدي الشخصيه ويعملوا شخصيه تارزن يلي طلعت على التي في وشفناها واكيد كتير حبيناها. رح نقدر هلا مقطع صغير من تارزن ومن بعد هيدا الميوزك فيديو اكيد حلقه من ستوديو رح تبلش. ما تروحوا لمحل وخليكم عم تحضرونا لانه مفاجات عديده ناطرتكم. جديدة لميني ستوديو وشهر جديد عم ببلش. نحن عم نبلش شهر حزيران وهذا شهر حلو كتير لأنه بهالشهر بيكون المدرسة عم تخلص، ببلش المونديال، بيكون في عنا عيد الأب وعيد الموسيقى. كل هالأعياد وهالاحتفالات رح يصيروا بهالشهر، بس كمان في فحوصاتكم فما لازم ننسى ندرس منيح وننام بكير. طيب وكمان بدنا نفهم شوي ليش سموا هيدا الشهر شهر جون أو جوان. جوان هي كلمة جاية من اللاتينة من كلمة جانيوس يعني سادس شهر من السنة. كمان في البعض بيقولوا انه جاي الكلمة من اسم الامبراطور الروماني اللي اجا محل جوليوس سيزار وكان اسمه جونيوس بريتوس. شو قولكن؟ ما بعرف، بس على كل حال هالمعلومات مفيدة ومسلية فيكن تحفظوهن. وهلا حلقتنا رح تبلش وبعد شوي رح نكفي نغني ونلعب وتربحوا اكيد دايما بميني ستوديو. هاي جايز، السؤال اللي سألته نهار الجمعة كلوي كان أي بلد من الكرة الأرضية بتوصل حرارته لخمسين درجة تحت الصفر؟ وكلكم كلكم كلكم جاوبتوا والأجوبة كانت كتيرة وسريعة، بس أنا رح ربح شخص واحد والشخص اللي رح ربحه هو ميريام الخالد لأنه جاوبتني بالأول وقالت لي كندا. مزبوط وبرافو ميريام، خلينا نشوف هديتك سوا. مبروك، الهدية هي بطاقة دخول لفترة شهر لتلعبوا وتتسلوا بالشوغر موتش كيدز بلاي جراوند. برافو. وهلأ خليني أسألكم هيدا السؤال، شو هو أكبر حيوان موجود على كوكب الأرض؟ ورح ساعدكم بعد أكتر إنه هيدا الحيوان موجود بالمي. هلأ فوتوا دغري على الفيسبوك بيج تبع ميني ستوديو، عملوا لنا لايك بالأول ودغري جاوبوا على هيدا السؤال بطريقة سريعة ومزبوطة تتربحوا معنا. مبروك، الهدية هي بطاقة دخول لفترة شهر لتلعبوا وتتسلوا بالشوغر موتش كيدز بلاي جراوند.
كل طموحاتهم نحن حاضرين بميني ستوديو. منتعلم معلومات عديدة أكيد عم تستفيدوا منها كتير، وعم يجينا فيدباك على السوشيال ميديا كتير حلوين وكتير عن جد عم ننبسط فيهم، بدي لكم مرسي عليهم كلهم. هلأ صار وقت أنه نلعب 1 minute at BLF. لنقدر نلعب هيدا اللعبة رح نفوت أول شيء على page Banque Libano Francais ونشوف كيف معقول نتسجل ونجل هون على الستوديو. البيج هلأ عم تشوفوها قدامكم في الميني ستوديو تاب اللي كلكم بتعرفوها، تكبسوا عليها وانس كبستو تفتح هيدا التاب اللي فيها معلومات، بيطلبوا منكم معلومات مثل اسمكم، عمركم، رقم التليفون، الايميل تبع اهلكم والايميل تبعكم اذا كان عندكم ايميل، وهيك بتبعتوا هيدا الطلب ولما بيوصلنا نحن بنرجع بنتصل فيكم وبندعيكم تتجوا لعنا لا تلعبوا وتتسلوا مع بنك ليبانو فرانسيز وبس بميني ستوديو. مين معقول يكون المشتركين معنا اليوم؟ رح نتعرف عليهم كلنا سوا. كي ابو جوده بتحب كتير الباسكتبول وما بتحب أبداً إنه تدرس. رامي حاج شحادة بحب الفوتبول وبيشجع البرازيل وما بحب أبداً يبكي. رامي وكيت محضرين حالهم كتير كتير منيح، بس كمان تمرنوا كمان كتير منيح قبل ما يجوا لعنا. كيف ما قلت تمرنوا على هيدي اللعبة؟ سيت عم بيقطع هلأ قدامكم www.youthpackage.com. تمرنوا عليها كتير منيح هيك بتصيروا كتير قوية فيها مثل المشتركين يلي عم يجوا لعنا، هيك بتلعبوا وبتربحوا اليوث باكج من بنك ليبانو فرانسيز. رامي جاهز؟ يلا ستارت جيم. 20,000، 10,000، 60. كمان بعد مرة. 80. هو 70، بعد ناقصنا 10. 200 و1000. مية وخمسة وعشرين، مية وثلاثين، مية وحداشر ألف، ميتين وخمسين، حطيت مية وحدة نحنا بدنا ميتين، مية وحدة وسبعين وخلص وقتك يا رامي. السكور تبع رامي هو 3980 نقطة. قد ايه معقول تقدر تشمع تاني ام اس كلوب ممبر معنا لليوم اللي هي كيت؟ رح نشوف هلا كلنا سوا. تيجان خمسة
5000، هيدي 50، نحن بدنا بس 5. بسي عليهم مطرح ما عم بيروحوا ليرجعوا لمحلهم كيت، ونقي الورقة المضبوطة. يلا 20000، 5 بعد بدنا 15، يعني 3 مرات من هالخمسة. اوكي بعد صح 40، هيدي 50، كبس عليها 10 20 30 40، 51000 بعد 1000 وحدة صح 70. خلص وقتك كيت. السكور تبع كيت هو 305 نقط، ومع هذا السكور بيكون رامي ربح معنا لليوم. رح نقول له كلنا سوا مبروك ونشوف شو هديته. هديتكم من بنك ليبانو فرانسيز هي بطاقة يوث تتفتحوا حساب باسمكم وكمان 100 دولار، مبروك! وتأكبر بدي يصير حكيم، بدي يكون عند الطيارة لأبرم العالم. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. ميني ستوديو. أكيد حاضرين كلنا لاين كينج. هيدا مشهد بضحك من لاين كينج. How sentimental. You know, I haven't been this choked up since I got a hunk of moussaka caught in my throat. Huh? They just can't get my nose right. هون كذا مشهد من فيلم ديزني. مشهد اللي بتضحك. Not what? Oh. Oh dear, what an awkward situation. Hello? 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 He's good. أكيد ليلو أند ستيتش. A little below the belt, don't you think? No, this is. Touché. Oh, Giselle! We shall be married in the morning. Rick'em, rack'em, rack'em, rick. Stick that sword into that snake. You stay out of this. Jafar, Jafar, he's our man. If he can't do it, great. شو لتكونوا حبيتوا الفيديو تبع اليوم؟ هول اكيد كلنا بنعرف انه في كثير ديزني موفيز من زمان ولهلا هن عم يعملوا كرتون موفيز ديزني بس كرتون كثير بضحكوا وكثير حلوين وفيهم مشاهد كثير فاني. كل مره رح نحضر شوي من مشاهد فاني فيديو من مشاهد فاني مومنتس بفلومي ديزني هون بفاني فيديوز. اذا انتم كمان عندكم فيديوز انا فيه فرجيهم هون اكيد بعثوا لنا اياهم على فيسبوك بيج تبع ميني ستوديو. انا بشوفكم باي. خير دون قربت الفرصه، يعني بعد شوي يخلصوا المدارس والجامعات وكل يوم على البحر. كل يوم على البحر؟ من وين جبت هيدي يا إلي؟ أنت كل يوم على البحر، أنا ما فيني كل يوم على البحر، يا ريت يا ريت شوفوني بتخليني كل يوم أنزل على البحر. رادو معنات الحكي، هلا أكيد مش رح أروح أنا كل يوم على البحر، بس هيدا تعبير بينال. إيه أوكي أوكي، بس أنا بيناتنا بحب المدرسة وما بحبها، لأن بكرة بنبسط إنه بخلص من الدرس، بس بعلق بشغلة ثانية وهي الشغل عم تشوفوني كل يوم كل يوم اشتغل 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 ما بتخلص من وين بتجي. ما عليك رادو شو بدك تعمل؟ تقعد مد إجريك كل النهار بتتسلى مع شوفوني. بس حلو كمان أكذب. كذر وروح اتسلى وشوف العالم، مش حلو هيك كل الوقت؟ كذر ما تعطى الهم. اوكي بس لنقدر نكذر لازم تكون انت عامل فحوصاتك وناجح فيهم، فكيف المراجعه؟ مراجعه عظيمه عظيمه. ايه منيحه منيحه مش عاطله. معتدله. بدك تجيب الكتاب لنراجع انا وياك؟ لا انا درسه شو بدك فيني؟ ايه خلص وصلنا على الدرس تبعد انت. لا ايه بس هلا ساعه الربو عندي ما فيني. ليك انا في كم ماده هولي ما بحبهم. لهن هولي الملاق والشق هول ما بحبهم. مين الملاق ومين الشق؟ ما فيش مواد هولي بالعربي يا الي. ليك انت كل شيء بدي بلعك اياه ما بتفهم على لغتي بقى. ليه ليه ما بفهم مين ملاق وشق؟ هيدي اللي بيكتبوها شو اسمها؟ املاق. املاق والثانيه انت بدك تالف من عندك؟ انشا. انشا هولي مش شاطر فيهم. وبعد في هذا الفرنسي والكالكول هول ما بحبهم كثير. فرنسي وكالكول ايه ايه والجغرافيا دخيلك بتعبق لي على قلبي. روي رادون لحق لك لكن املاء ايه وانشاء وفرنسي وكالكول ما بتزبط معه لو مره. شو بعد في؟
في الجغرافيا انا جغرافيا. عيد مولدي انا لما تخلقت ما بعرف كيف هي بيقولوا لي هيدا كميه هيدا وكميه هيدا والمناخ وال ما بحبهم معتدل ومعتدل وغير هيك هوليك ماشي الحال فيهم ماشي الحال التاريخ ماشي الحال فيه لا 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 ما بحبه للتاريخ لا من انا وهالقد ما بحبه للتاريخ ما بتحب تربيه ماشي الحال فيه تربيه لا هيدا هيدا الوحيد اللي مش ماشي الحال ايه ما بعرف ليه ما كل مره طالعه خلصوا المواد شو بعد بدك هوليك لا ماشي حالي ايه شو هن هوديك بس اعطيني وحده يعني لاقول انه هيدي شاطر فيها يا لي ليك يا عطول يا عم مشيني خليني احكي خليني اقلع بالحكي شوي قلع قلع شو بدي اقول لك خلص ما طلع بدك تقلي هلا ما رح اقول لك خلص انا شاطر يا حبيبي بالرياضه انا بعرف رونالدو بعرف بيبيتو بعرف هول هن انت اشطر مني بالرياضه لا انا بحط شرط انك انت منك اشطر مني بالرياضه هيا لشي ممكن يضيع لك وقتك انت اكسبير فيه بتبدي اعرف ما فهمت عليك وما رح جاوب عليك خلص خلصنا ليك الي انت كثير بحسك مرات هيك بتنرفزني وبتتمسخر علي يا رادو وفل الي مش بتمسخر عليك بس انت بتعمل حركات بتضحك وبتبكي بنفس الوقت كيف عم بقول لك يلي عم تعمل بس كمان ببكي يلي رح يصير فيك بعدين لك يا الي الي كيف عم ضحكك من وين انا عم ضحكك يا حبيبي اذا عم بقول لك مش شاطر بالجغرافيا وبالتاريخ انا مولد ما بعرف انا تخليت تيجي بتضحك علي كيف رادو. يعني وفل الي وفل عن جد وفل هيك ما رح توصل لمحل رادو ما في يلا قفل استفل قوم قفل يلا قفل انت رح تندم على كل يلي عم تعمله ما بندم على شو بدي اندم مش معقول هذا الي مش معقول ما في ولا مره بيجي لعندي لما بيضحك علي كيف الشغل هذا يا عمي ليش وكركوز انا ولا كلون اوكي واذا قلت له دخله مضبوط معه حق هو بيناتنا شو بعد في مواد انا شاطر فيها انا فكرت فيها بيناتنا هو عم يحكي ما في مواد ما زال عدت اليوم كلهم إنه أنا ما بحبه ومش شاطر فيه يلا بسيطة بكرة الأيام بتخلينا نصير شاطرين يلا لسلي خليل عمرها 6 سنين وكلنا سوا بدنا نقلها هابي بيرثدي مبروك كيدز تينز جايد هو هديتكم لتقدروا تعرفوا وين فيكن تروحوا وشو فيكن تعملوا بلبنان مبروك ربحتوا معنا بطاقة تقدروا تقصوا شعركن عند بيكسلز هير سالون كنت قبل شوي عم بحكيكن عن الشهر يلي عم ببلش هلأ وهو شهر جون أو جوان بالفرنساوي أو حزيران بالعربي هالشهر فيه بقلبه أطول نهار بالسنة يعني نهار عم بيطول وأكيد في بداية فصل الصيف يعني نحن قريباً رح نخلص المدرسة ورح تبلش الصيفية بس بعد ما خلصت المدرسة وبعد عنا درس فما تنسوا تدرسوا منيح تناموا بكير تطوعوا ناشطين وإذا بدكن فيكن تكتبوا لنا رسالة صغيرة عبر فيسبوك بيج تبع ميني ستوديو تنحنا نقراها مثل ما هلأ رح نقرأ رسالة حدا رح يربح معنا هدية تعالوا نشوف مين رح يربح معنا اليوم هل رسالة من مين مرحبا أنا اسمي خنسة بحبكن كتير وبحضركن دايما خنسة موسى سمو بتقلنا أنه بتحضرنا كل يوم هي بعت رسالتها مش من لبنان بس مش مقالة من أي بلد منقول هاي لكل أصحابنا يعني ببعتولنا رسائل من مناطق كتيرة ومن العالم كله ببعتلهم بوسة كبيرة ومنشكرهم على رسائلهم ومنقولهم أنه ما تزعلوا إذا ما قلنا اسمكن لأنه رسائل كتيرة بس أكيد خنسة اليوم حظها حلو كتير وراح تربح هدية رح نشوفها سوا تعالوا نشوف الهدية إلا مبروك لخنسة وإلا تحفظ رقمنا 03-85-86-87 تتعرف كيف فيها تستلم هديتها مبروك لإليك وأنا بودعكم بقولكم باي وبكرة عنا حلقة جديدة لميني ستوديو انطرونا مبروك الهدية هي لعبة حلوة كتير تقدمت أبو شبكة مبروك لإلكم الهدية هي ساعة حلوة كتير تقدمت بيير روجيه Mini Studio